ايه اللي بيحصل لك ده يا شهرزاد؟ قال ايه؟ قال بلبل القماش عايز يتجوزني بقى بعد الملك شهريار اللي انا عشت معاه 1000 ليلة وليلة، اتجوز التافه ده اللي اسمه بلبل القماش؟ ها يا اخي ده بعده. قال بلبل القماش قال هي ملكتنا هتتأخر؟ لا يا بلبولة مش هتتأخر، بس سيب طوب القماش بدل ما انت حضنه زي العيل الصغير كده بقى شوية وتردعه. حط ايه كل ده؟ انا هاخد ده عشان تكونوا عارفين. تاخدي ايه اللي ما تتسمي ده احمر شفتشي؟ انت اخرك يا بنت الكتاكيتش المربعات الصغنن. في حضنة؟ يا بنت تلمي يا بنت، لو املك اجيبك من شعرك المقمل ده. بلبل ده طلع كريم قوي. انتوا مفكرين الحدية بترمي كتاكيت؟ ده للمالكة. اه يا اختي والنبي عندك حق يا قمر الزمان، ما هو لاجل الورد يتسقي العلي. طب يا بنت بقيتي تقولي امثال. قال هي الملكة فين؟ الملكة كانت مصدعة امبارح ونامت بدري، دي قفشة قوي من غندور ابني وقالت له ما اشوفش وشك قدامي تاني. وش ابنك برضه ما يتعرفش بيئة قوي قوي. احسن يا بيت. لحظة يا بيت تلم يا بيت تلم يا بيت، عرفت ده؟ منورنا يا بلبولة. اللي جابلك يخليلك. لا عيب، خلاص بقى خلاص. سلامات 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 يا حبيبنا يا بلديات، يا سيد جحا قصدي يا سيد قماش، تسلم على كل الحاجات العظيمه اللي انت جبتها دي، واحنا عاملين لك حفل تكريم صغير كده. بجد شكرا جدا. احنا هنكرمك تكريم كده بسيط ما يليقش بمقام حضرتك على كل المجهودات اللي حضرتك قمت بيها في المملكه. ده احنا هنظبطوه. يا بت ايدك والبيبي. بجد كتير عليا يا جماعه قوي، واي حاجه بعملها عشان رضا مولاتي الملكه. على فكره احنا هنديك حاجه وسام شرفي، وده ما حدش بياخده هنا في المملكه دي غير الناس المهمه، وسام النهايه. وكله بالميزان. ميزان ايه يا عم اللي هيجيبك انت؟ انا عايز ميزان حد دي. هقطعها كيلوهات 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 كيلوهات. ايه ده؟ عايز البلاط. هقول لك حاجه، والتكريم هيبقى في السلخانه على ايد مسرور. انا عايز المخ. مخ ايه يا راجل؟ ده انا عامل معاك احلى واجب، هديك البسطرمه لوحدها متقطعه شرايح، وبعديها الفليتو مضروب كده لوحده ومتظبط، والكوارع مخليه. احيات ابوك، احجز لي ماسورتين وحته من الموزه. ماسورتين يا اما ايه شغل مجاري ده؟ انت اما فجعانه كده على طول؟ الله يا ابني ما تكلم امك، حلوه دي امك. انت مالك يا جدع؟ دي قلت امك، انت اتدخلت ليه؟ انت بتكلمني بالطريقه دي وجحا قاعد؟ بقول لك انا اكلمك قدام اي حد. ماشي ماشي يا غندور، بس انا هعرف اوريك مقامك دلوقتي. هستناك بره يا غندور. نورت يا جحا. اخويا. ايه ده؟ ايه ده يا ابو الوزراء؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا وزير يا وزير. مسرور، نسيت اقول لك على حاجه مهمه قوي. ايه؟ مسرور. ايه؟ ما تنساش تشيل لي الكبد والقوانص والقلوب وكل الاكسسوارات اللي جوه، واهم حاجه الكبده. كبده 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 عليها يا كبده عليها، 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 كبده عليها يا كبده عليها. مولات الملكه وصلت وداخله على الطاقه. صباح الفل يا ست الكل. يعني انا مصحياكي 100 مره، هو انت ايه عايزه دي جي صحيكي؟ نقطيني بوسكاتك يا قمر. اهلا يا هدهد. بلبل يا مولاتي. بلبل يا اخويا. بلبل ولا هدهد اهو كله طائر. مولاتي اسفل المقاطعه، رصدنا وجود وريث جديد للحكم. فين مورجانا؟ مورجانا راحت تشوف الوزير وغندور يا مولاتي. دقايق دقايق ولاقيهم كلهم قدامي، إلا الكل هيتعاقد، وهو نشغل مسرور شوية بلقماته. يا ريت يا مولاتي يا ريت. حاضر يا مولاتي. روحي 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 يا رب يا رب كده يخلص عليهم كلهم ويموتهم وافضل لك أنا. كفاية عليكي أنا. أنا مش عارفة بس مين صاحب الفكرة دي، يعني من حبنا فيه قوي هنحتفل بيه؟ بقول لك إيه، بيحبنا بنحبه مش مهم،
المهم ان احنا هناكل جاتوهات وترت يا حبيبتي. خلياني انت مستنيه مناسبه، ما انت طالعه واكله نازله واكله. بقول لك ايه يا بنت، قسما عظما لو ما لمبتش نفسك هنتف لك شعرك ده شعرايه شعرايه. يا بنت السلطان حن على الغلبان. الميه مالها الميه اتقطعت؟ طبعا جاي مبسوطه وبتغني. فاكر نفسك تامر حسني. تامر حسني، انا سمعت الاسم ده فين؟ هبقى افكرك بيه يا نور العين، بس قول لي الوزير فين دلوقتي. وان فورس اجيم على اطراف المدينه وزمانه جاي، هو اللي في الحي بحاله. امه دايما دعياله. هو اللي في الحي بحاله وامه دايما دعياله. الله عليه زي السكر، الله عليه زي السكر، عسل ابيض وحلاوته زياده الا ده. الوزير جه على اطراف المدينه وزمانه جاي. جهزت كل حاجه؟ جهزنا كل حاجه من طعام وشراب وملبس ومأكل. اهم حاجه الملبس والمأكل. ايه ده؟ ايه سبب السعاده اللي انتوا فيها دي؟ اصل الصراحه عندنا خبر مش عارفين اذا كان هيبسطكم ولا يزعلكم. خير؟ مسرور. ماله؟ حامل. يلاوي 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 حامل السيف. ايه مالكم فيه؟ ايوه كده، ما طول عمره حامل السيف يا حبيبي، مش جديد عليه. بقول لكم ايه؟ يلا كل واحد يروح يشوف شغله، خلينا نركز. حبيبي بزار تيور. وانت كمان بشكرك. كل سنه وانت طيب. من حب فيك مش هتعرف انا عملت ايه عشان اجيب الجاريه ديت من المملكه اللي جنبينا. تعبت قوي والله يا ميمون. كانت قاعده بقى وسط ملايين من دي. قلت يا واد يا غندور اجيبها ازاي؟ رحت مطلع 10 يلي ورحت منقب بقى. يلي ويلي محمد علي، حلاوة محمد علي وشارع محمد علي وباب الشعرية، ما اقولكش بقى اعجبت بيا. غمزة في همزة راحت طالعة بره. قلت لها والله في عيد ميلاد في المملكة اللي جنبينا، تيجي بكام؟ عارف خدت مني كام؟ 35 يلي. ايه؟ 35 يلي؟ وانا مش لاقي يلي. يا ابني انت هتستخسرهم فيا. غندور حبيبي، غدندر حبيبي قلبي، مش عارف اقول لك ايه. بشكرك. جو انزل يا جميل في الساحه واتشقلط كده بالراحه وما اختارني بقى. عيد دلع ده حبيبي. انا عايز اقول لك ثانك يو ان انت افتكرتني فروم ماي هارت. هابي بيرث داي تو يو وزير مأمون. الا قول لي صحيح، انت كده تميت كام سنه؟ ايه الاسئله العميقه السخيفه دي؟ يعني بسال، يعني اصلا من وانا صغير كده بشوف الوزير مأمون الوزير مأمون. وانت صغير ايه؟ اذا كان انا من 40 سنه جايب لك تصريح من المستشفى، فاكر ولا ايه؟ وزير مأمون انت حاجه و70 دلوقتي ولازم تراعي سنك واتقي الله بقى. ولد ولد حاجه و80؟ ولد حاجه وايه؟ 90؟ طب عليا الطلاق يا جدعان، المفروض نقتل الملكة ودي اللي تلبس الخاتم وتبقى هي بكل في الكل. ولد بتتكلم عن مايك ويليام ماضي يوم ما يوم ماضي. لا فروم ماي هارت حبيب قلبي، انا هغني لك احلى اغنية دلوقتي. حبيب قلبي. حبيبي يا غندر. حبيبي. احلى غندر في السوق.
متفقين قوي على المليطة اللي حصلت مننا. مليطة؟ هي قصدها الزحلقة اللي حصلت في عيد الميلاد يعني. زحلقة ومليطة؟ شكلها متضايقة عشان ما كانتش من التورتة، مش كنا جبنا لها بطش التورتة؟ أو خدت حتة بتونش ليه؟ بقول لك إيه؟ الحشيشة دي كانت جامدة أوي يا زميل. اسمها بتاعوة من محمد صلاح. طب افرض كان حد شافنا. طب ما يشوفنا يا عم، هو حد اساسا بيشوفنا؟ قلت لك على حاجة. تيجي ننام.